لا هذا يسأل عن الذهاب إلى السحرة، لا يجوز الذهاب إلى السحرة، السحر كفر والساحر كافر، ولا يجوز الذهاب إليه ولا تصديقه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، والكاهن يشمل الساحر والشاحر، الساحر أشد أيضا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الذهاب إلى السحرة وسؤالهم والعلاج عندهم، لأنهم كفرة، والعياذ بالله.